المره اللي فاتت اللي هي الانتربت. قلنا ان الانتربت هو عباره عن انتربت سيجنال، هو عباره عن سيجنال ممكن فاتح هذه السيجنال اما خارجيا من خارج الكمبيوتر، يعني مش خارج الكمبيوتر لا، من البريفيرالز المتصله بالكمبيوتر، يعني الكيبورد الماوس اي حاجه متصله بالكمبيوتر تيجي منها انتربت، اللي هي الانبوت اوت ديفايسز اللي موجوده هي بنسميها البريفيرالز الموجوده في الكمبيوتر، او داخليا من داخل الكمبيوتر، او داخليا من داخل الكمبيوتر. داخليا من داخل الكمبيوتر زي ما عرفنا المره اللي فاتت عندنا اسباب كتير، ممكن تكون داخليا من الهارد كهاردوير، او داخليا من البرامج اللي شغاله كسوفت وير. يبقى احنا عندنا الانتربت بتاعنا الانواع بتاعته ممكن تكون اكسترنال او انترنال، ممكن تكون هاردوير او سوفت وير. الانترنال ممكن يكون هاردوير او سوفت وير، الاكسترنال هيبقى انتربت جاي من الخارج اللي موجود عندنا. انت خدت قبل كده في الاوبريتنج سيستم، ان الاوبريتنج سيستم بيقولوا عليه انتربت درايفنج. انتربت درايفنج يعني هو بيشتغل بالفلسفه بتاعت الانتربت. الفلسفه بتاعت الانتربت، المره اللي فاتت قلنا انه معنى ايه الفلسفه بتاعت، او معنى فلسفه الانتربت ايه؟ ان البروسيسور شغال، البروسيسور شغال بيأدي الشغل اللي وراه. اللي عايز منه البروسيسور حاجه بيشاور له، او بيندع عليه، او بيكلمه، تمام؟ بالبلدي كده بيكلمه. طبعا بيندع عليه او بيكلمه بيبقى بلغه الكمبيوتر الموجوده عندنا. مش هينادي عليه الشارع ينادي عليه، لا. يبقى هو بيقول له، بيعلن او بيديه انديكيشن ان انا عندي فيه عايز اعمل حاجه معينه، عايز اعمل حاجه معينه. ضربنا مثال المره اللي فاتت على الانتربت زي اللي بيحصل في المستشفيات عشان يبني خدمه جيده بدون ازعاج، وقلنا السيستم بتاع المستشفى اللي بيبقى موجود انه داخل اي او داخل العنبر بتاع المرضى، طبعا ربنا يعافي الجميع، والكلام ده موجود في كل حته، بيبقى في كول سيستم او في عندنا في زرار جنب المريض، او في احيانا بيبقى عباره عن تلاقي حبل بدلايه كده، طبعا مش هيقدر يرفع ايده ويحط الزرار ده، المفروض دي بتبقى بمتناول ايده بحيث هو في وضع الاستلقاء يعني او وضع النوم يعني، ممكن يشد دي مباشره يقدر ينادي المريضه لو هو محتاج حاجه، وبالتالي بينادي اول ما يضرب الجرس ده او بيشد المفتاح ده عباره عن سويتش، السويتش ده بينور لمبه على السرير، طبعا بيستخدم هنا الالوان ما بيستخدمش الاصوات. ليه؟ عشان ما يحصلش ازعاج. فاللمبة على السرير بتنور، في لمبة على الغرفة بره بتنور، في لمبة في الغرفة بتاعت الممرضات بتنور. أنا عندي كده الكل، الممرضة شافت اللمبة اللي عندها هناك وعارفة اللمبة دي جاية من حتة من أي غرفة بتيجي على الغرفة. طبعا بتطفي اللمبة اللي عندها أول ما تيجي تعمل فوق، تيجي تعمل سيرفس الخدمة اللي موجودة. جت الغرفة أول ما تيجي تدخل الغرفة بتطفي اللمبة اللي عندها. خلاص هي تعمل خدمة السيرفس اللي موجودة. بعد كده بتدخل بتشوف اللمبه اللي على السرير، بتروح على السرير ما بتسالش حد. هو ده بالظبط، ده عباره عن انتربت، وهي كده بتعمل خدمه الانتربت. نفس الكلام ده بيحصل في الكمبيوتر، والهدف منه المحافظه على وقت البروسيسور عشان ما يضيعهاش. مش كل وقت، مش كل شويه البروسيسور هيمشي يلف على الريفرنس اللي موجوده، سواء كانت انبوت او اوت، يقول لهم انتوا عايزين حاجه. طبعا مش هيقعد يعطل نفسه الكلام ده. انت لو في البيت، طبعا الكلام ده بيحصل معانا كتير جدا، حاجات الانتربت والمقاطعات اللي موجوده، لو انت في البيت وبتذاكر ماشي ووالدك او والدتك ندهت عليك، ما ينفعش تاخر طلبهم ماشي، ده المفروض خلاص. اذا كان هو اللي بيحصل يبقى ممتاز، ما بيحصلش حاول تخليه يحصل. طيب ندى عليك انت عايز، انت بتذاكر، فبتعمل ايه؟ ايه البروسيس اللي انت بتعمله عشان تقوم؟ اول حاجه مهمه بتعملوا ايه؟ بعمل ايه؟ بقفل الكتاب، بس قبل ما اقفل الكتاب بعلم انا واقف في الحته. بعلم انا واقف في الحته، ايه الحته اللي انا واقف عليها؟ ممكن اعلم بقلم، ممكن اكتب ورقه، ممكن احط ورقه ثانيه، انا علمت المكان اللي انا لما ارجع ابدا من عنده. مش هفتكر انا كنت واقف فين؟ طبعا ممكن تروح يعني في المشوار ده او الخدمه اللي انت بتاديها وتنسى اي ظرف من الظروف، انت معلم انت واقف. انا عامل انديكيشن انا هرجع فين، وتروح تعمل تأدي الوظيفه او المهمه اللي انت كلفت بيها
اي حد طبعا تمام. وبعدين بترجع لما بترجع بتلاقي الورقه اللي انت معلم عليها تستكمل العمل بتاعك. هو ده البروسيسور بيعمله بالظبط، بيحدد المكان اللي هيرجع فيه، بيحفظ كل الريجسترز الفاليوز اللي موجوده في الريجستر اللي ممكن يستخدمها، يبقى بيحفظها وبعدين يروح يعمل الخدمه بتاعه الانتربت سواء كانت انبوت او اوت او غيره، وبعدين يرجع مره ثانيه يكمل البروسيس. عشان يكمل البروسيس لازم يجيب الداتا اللي كان شغال عليها يرجعها ثاني مكانها، ويبدا من حيث التوقف. من حيث التوقف ده الانتربت اللي موجود، وزي ما قلنا في عندنا ممكن انترنال انتربت او اكسترنال انتربت، او ممكن يبقى سوفت وير مع بعض. الانترنال انتربت ممكن يكون هارد وير او سوفت وير، يعني التقسيمه الموجوده دي زي ما احنا شفنا وقلنا انواع الانتربت اللي موجوده. ممكن تبقى عندنا انبوت اوت ريكويست، ممكن تكون عندنا اوتوماتيك ايرور اللي هي ديفيجن باي زيرو، ممكن يكون عندنا اندر فلو اور اوفر فلو، ممكن يكون عندنا الهاردوير ما فانكشن دي الميموري باراتي ايرور. واعتقد ان خدنا الباراتي ايرور قبل كده ماشي، خدنا الباراتي ايرور قبل كده ان الداتا او تكتبها حصل فيها مشكله مثل المشاكل الموجوده. يقدر تفاين البريك بوينت، لو انت عامل بريك بوينت داخل البرنامج بتاعك، لو انت عندك انفاليد انستراكشن، لو الانستراكشن اللي موجوده او عندك في بيش فولت. طبعا بيش فولت واليوزر ديفاين فيس فولت والهاردوير فانكشن، ودول عباره عن هاردوير. في عندنا سوفت وير اللي هي الانستراكشن انفاليد انستراكشن، في عندنا يوزر ديفاين بريك بوينت دي من داخل البرنامج بتاعك يبقى دي سوفت وير. في عندنا انستاتيك اندر فلو اوفر فلو، في عندنا ديفيجن باي زيرو، دي كلها عباره عن سوفت وير. انبوت اوت ريكوست اللي هي الاكسترنال انتربت اللي موجوده عندنا. وقلنا برضه المره اللي فاتت انه الانتربت بتاعنا السايكل اللي موجوده عندنا على الشمال دي هي السايكل العاديه اللي هي انستراكشن فيتش ديكود اكسكيوت. طالما عمل فيتش ديكود هيبدا في الاكسكيوت. الانتربت بيحصل اثناء الاكسكيوت، الانتربت بيحصل اثناء الاكسكيوت. طيب ايه اللي هيحصل؟ هيكمل الانتربت، هيكمل الاكسكيوشن بتاع الايه؟ بتاع الانستراكشن اللي هو بيعمله. يبقى كده كمل الاكسكيوشن. طيب هيعرف ازاي لو حصل انتربت؟ هنقول انه في انتربت. طب مين اللي هيديله انديكيشن انه حصل انتربت؟ اتفقنا انه لو في انبوت ريكويست او اوت ريكويست، يعني في طلب للانبوت او للاوت، فهو بيطلع فلاج. الفلاج ده عباره عن فليب فلوب، بيعمل سيتنج للفليب فلوب. يبقى وانا جاي ابدا في الانستراكشن هروح ادور على الفليب فلوب اللي هو اسمه ار اللي خاص بالانتربت. لو كانت قيمته بتساوي زيرو يبقى مفيش انتربت، لو كانت قيمته بتساوي واحد يبقى فيه انتربت، اروح اعمل سيرفس الانتربت اللي موجود. اول ما اجي اعمل سيرفس الانتربت لازم اخزن الادرس اللي انا هرجع له تمام؟ فبيقول لي هنا ستور الريتيرن ادرس انفيشن زيرو، في مكان محدد في الميموري بتخزنه فيه. ماشي كده؟ وبعدين بتاخد البروجرام كاونتر اللي هي قيمه البروجرام كاونتر بتحطها في الادرس رقم زيرو. وبعد كده بتحتفظ بيه، بتبدا من اللوكيشن رقم واحد، بروجرام كاونتر هيبقى واحد، وفي نفس الوقت تحتفظ بكل الداتا بتاعتك سواء الاكوميليتور سواء كل الداتا اللي انت هتحتفظ بيها بتحتفظ بيها تمام. طبعا الداتا المشتركه بالنسبه لك اللي هي الاكوميليتور والجي اللي انت بتحتاجهم، فانا بحتفظ بيهم في مكان معين. طبعا لما ارجع ارجعهم مره ثانيه. بيقول لي هنا طبعا لو انا بعمل خدمه انتربت زي ما قلنا، الممرضه وهي داخله بتطفي اللمبه اللي موجوده وتطفي كل اللمبات، فده الاي اي ان بتخليه زيرو والاي ار بتخليه زيرو عشان ما يستهلكش الانتربت دلوقتي تمام. الشكل اللي موجود قدامنا ده اهو اللي هو كيفيه حفظ الداتا اللي موجود، كيفيه حفظ الداتا اللي موجود. لو بصينا للشكل اللي موجود قدامنا ده البرنامج الاصلي قبل ما يحصل انتربت. طيب البرنامج ده كان بينفذ الانستراكشن رقم كام؟ 255. وهو بينفذ الانستراكشن 255 يبقى البروجرام كاونتر الجديد كان هيبقى فين؟ 56. ده اللي هيرجع له، هي الانستراكشن اللي احنا هنرجع له. يبقى 255 ده يبقى 256. حصل انتربت تمام؟ اول ما حصل انتربت احنا قلنا ايه من شويه؟
انه بيروح عند الادرس رقم زيرو ويحط قيمه البروجرام كاونتر. عند الادرس رقم زيرو حط 256 والبروجرام كاونتر هيبقى كام؟ بيساوي 1. يعني هيكتب البروجرام كاونتر بيساوي 1 تمام؟ المكان ده زيرو، الادرس زيرو ده مكان محبوس كهارد وير كام في الميموري للانتربت. تمام؟ لما يحصل انتربت يروح يخزن هنا. هيروح عند 200 هيروح عند البروجرام كاونتر 1، البروجرام كاونتر 1 فيها انستراكشن والانستراكشن ده ثابت اسمه بام في الادرس اللي هو 1120. الادرس 1120 اللي هو الروتين الخاص بيه، الروتين الخاص بخدمه الانتربت. تمام؟ الروتين الخاص بخدمه الانتربت، ده انتربت انبوت اوت روتين. انبوت اوت بروجرام اللي هو خاص بالانبوت او الاوت، فده هيعمل لي الانبوت او الاوت. لو كان انبوت هيعمل ايه؟ لو كان اوت هيعمل ايه؟ طيب خلص الانبوت او الاوت يبقى الانتربت خلص. المفروض يعمل ايه؟ المفروض يرجع مرة تانية ل 256 عشان يرجع ل 256 هيرجع ايه؟ فهيرجع 1 0 يروح ل 0 0 اندايركت عشان ده اندايركت اهو. لما يروح 0 اندايركت هتقول له خد البروجرام كاونتر بتاعك او خد القيمة الادرس بتاعك 256 ويروح عند 256 ينفذ الانستراكشن. تمام؟ ديت الدورة بتاعة الايه؟ الانتربت اللي موجودة. برانش ان كونديشنال يعني احفز الى الادرس رقم زيرو. الادرس رقم زيرو لو هنا في واحد يبقى ده اندايركت. طبعا لو كان زيرو يبقى هيروح ياخد الادرس مباشره زي اللي فوق. يعني احنا عندنا دلوقتي في 2 بام زيرو بام 1120 وعندنا واحد بام زيرو. تمام كده؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين ان ده بيروح دايركت، يعني هيروح عند 1120 يبدا ينفذ الانستراكشن مباشره. يعني عند 1120 اهو ده 1120 يبدا ينفذ الانستراكشن من هنا. تمام؟ بينما هنا هيروح عند رقم زيرو، عند رقم زيرو اللي هي او كرقم واحد. عند رقم زيرو هياخد الادرس ده. الادرس ده مش هو الادرس الافكتيف ادرس الفعلي، لا هيروح يدور على الادرس ده في الميموري ويبدا يشتغل من عنده الانستراكشن اللي المفروض هو يفعلها. واضح؟ فده الفرق بين الاثنين اللي موجودين. طيب تعالى كده نشوف الشكل اللي موجود قدامنا فوق ده. ده كان عباره عن الفيتش والديكود بدون انتربت اللي احنا خدناه قبل كده. اللي احنا قلنا ايه؟ في عندنا الفيتش بتبقى عند T0 والT1. تمام؟ الفيتش عند T0 والT1. عند T0 بنحط البروجرام كاونتر في الـ AF. ده بنحط الـ AF. البروجرام كاونتر في الـ AF. طيب عند T1 هيعمل ايه؟ هياخد ميموري وفـ AF هيحطها فين؟ في الـ AF. تمام؟ وهيزود البروجرام كاونتر بواحد اهو بيحطه في البروجرام كاونتر عشان يبقى جاهز للانستراكشن الجديد. تمام؟ طيب ده اللي هو الفيتش، الاثنين دولت اللي هم عباره عن الفيتش. دولت كام فيتش؟ الديكود بيعملوا عند تي 2. تمام؟ بيعمل عند تي 2 هيعمل ديكود زي ما احنا اتفقنا قبل كده. الديكود هياخد اي ار 15 يحطه في الواي واي ار 14 12 او 12 ل 14 هيعمل لي ديكود هتطلع لي دي 0 لحد دي 7. وبعدين عندنا من 0 ل 11 هيحطه في الاي ار ده الديكود اللي احنا خدناها قبل كده وخدنا التايمنج سيجنال هي دي. طيب في وجود الانتربت هل التايمنج سيجنال هتتغير؟ طبعا المفروض هتتغير. طب ليه هتتغير؟ تعالى نرجع تمام؟ هتتغير ليه؟ لانه قبل ما يعمل فيتش هيروح يتشيك على ايه؟ ها؟ قبل ما يعمل فيتش هيعمل تشيك على ايه؟ على الار. لو ار بتساوي زيرو هيعمل فيتش. تمام؟ لو ار بتساوي زيرو هيعمل فيتش. طب لو ار بتساوي واحد مش هيعمل فيتش. يبقى هنا هو في الكنترول بتاعتنا ديت اهو مع وجود الانتربت هتلاحظ هنا اضاف ايه؟
بس او دي زيرو بس هنا؟ قال لي لا خد بالك ده هيبقى ار داش. لازم تبقى ار بتساوي زيرو هنا وار بتساوي زيرو هنا وفي الدخول ار برضه بتساوي زيرو. يبقى الكنترول سيجنال بتاعتنا اللي هتخليني اعمل الفيتش والدخول هتتغير. تمام؟ الكنترول سيجنال اتغيرت. طالما الكنترول سيجنال اتغيرت يبقى انا عندي التايمنج سيجنال بتاعتي اتغيرت فانا خدت هنا من الهاتر بالاسفل. ماشي كده يا شباب؟ واضح؟ واضحه جدا هنا ار داش؟ طيب نيجي بعد كده نشوف بيقول لي هنا في حاله الانتربت سيجنال كمان في عندي حاجه عشان اعمل انتربت او اللي هيخلي لي الار تساوي واحد ايه الكونديشن اللي هتخلي لي الار تساوي واحد؟ هتخلي لي الار تساوي واحد. نرجع للرسمه دي تاني. الرسمه دي هنا الرسمه دي الار تساوي واحد امتى؟ هل ممكن الار تساوي واحد عند الدي زيرو؟ ها؟ ممكن؟ طب فين الدي زيرو؟ مش احنا قلنا ان الانتربت بتحصل امتى؟ سكيو بعد في الاكس كيو يعني عند الدي 3 دي 3 دي 4 دي 5 دي 6 يعني عند الكونديشن بتاعتي لما بيجي يحصل انتربت المفروض ان دي 0 بتبقى كومبلمنت ودي 1 كومبلمنت ودي 2 كومبلمنت. صح؟ عشان يحصل انتربت لازم اعدي دي 0 ودي 1 ودي 2 لازم دلوقتي يكونوا كومبلمنت. مظبوط كده؟ عشان اعمل انتربت. تعالى كده نشوف نو ايوه عشان يحصل انتربت ده دي 0 كومبلمنت دي 1 كومبلمنت دي 2 كومبلمنت. طب مين اللي هيخلي لي كل ان فيه انتربت؟ مش الاي الاف جي اي او الاف جي او؟ اه نرجع تاني للرسمه دي. مش انا قلت هنا ان انا بتشيك على الاي اي ان؟ طبعا ده الانتربت انيبل. لو الانتربت انيبل هيروح يتشيك على اف جي اي. لو اف جي اي بتساوي 1 هيعمل سيت للار بواحد. طب لو اف جي او بواحد هيعمل سيت للار برضه بتساوي واحد. فعشان كده قال لي مع الكونديشن دي اللي موجوده اهو. طب بص ده قال لي ايه؟ قال لي هنا تي 0 كومبلمنت تي 1 كومبلمنت تي 2 كومبلمنت بالاضافه الى اندي يا اما اف جي اي يا اما اف جي او. لو كان كل ده عباره عن واحد يبقى بيعمل سيتنج للار. اف جي اي واف جي او ده عباره عن هو فيرست الفلاج. لو انا بدخل انبوت بعمل له سيتنج شفناها قبل كده. طبعا دي بتدل ان محدش بيذاكر. الاسبوع السابع جاي يا دكتور. ادي اف جي اي وادي اف جي او. تمام؟ قلنا لو انا بدخل انبوت بيعمل لي سيتنج الدي ام بواحد. مش انا عندي عاوز انبوت اوت ريكويست. يبقى لو كانت دي بتساوي واحد او دي بتساوي واحد يبقى معنى كده في انتربت. زي اللمبه ادت. تمام؟ لو لمبه عايده يبقى في انتربت موجود. ادي الاف جي اي والاف جي او. تمام كده؟ فقال لنا ده احنا هنعمل لي سيتنج للار. تمام؟ يبقى ده سيتنج للار. المايكرو اوبريشن في حاله السيكونس فور انتربت. الانتربت الجزء الخاص بالانتربت تعالى كده نشوف. لا ايه السيكونس اوبريشن للانتربت؟ بيعمل ايه؟ ايه الاوبريشن؟ قول لي ترجم لي كده الشكل اللي موجود قدامك دولت الاوبريشن اللي بتتم. اول حاجه ايه؟ قال لي بياخد عايز يسجل في الادرس 0. طيب عشان يسجل في الادرس 0 لازم يعمل ايه؟ لازم يحط 0 في الاي ار. صح؟ لازم يحط 0 في الاي ار. طبعا هيبدا سايكل جديده ان عنده تي 0. تمام؟ يبقى انا عندي تي 0 ار. تمام؟ وبعدين طيب ديت الفرق بينها وبين ديت بتاعت الفيتش مش دي فيتش؟ الفرق بينهم ايه؟ هنا ار كومبلمنت وهنا ار.
يبقى عندي الدي زيرو ار دي هيروح يحط ان هو دي زيرو في الاي ار 10% في البطاريه مظبوط كده. وبعدين يحط البروجرام كاونتر تيمه البروجرام كاونتر اللي موجوده هياخد بعد كده البروجرام كاونتر يحط ان هو في الميموري اوف دي ار تمام ويكمل بقيه السيكونس اللي موجود. تعالى يبقى ديت مع الانتربت اهوت اول حاجه قال لي البروجرام حاطه في الدي ار في الميموري. طب ليه حاطه في الميموري؟ ليه حاطه في الميموري هنا؟ ليه حط البروجرام كاونتر ما خلاهوش يحطه هنا؟ لانه هنا عمل ايه؟ حط البروجرام كاونتر في الدي ار لانه هنا هياخد البروجرام كاونتر يزود عليه تمام؟ او هيخلي البروجرام كاونتر هنا بزيرو تمام؟ في عندنا هو هيخلي البروجرام كاونتر بزيرو. ما ينفعش يعمل تو اوبريشن في نفس الكلوك سايكل على نفس الريجستر. فعشان كده حط ايه؟ حط البروجرام كاونتر هنا فوق اهو حطه في التي ار. يبقى كده انا مستغنى عن قيمه البروجرام كاونتر. يبقى انا لما احط هنا زيرو ممكن اعمله تمام كده؟ يبقى هنا حط ان هو البروجرام كاونتر في التي ار مع دي وبعدين خد التي ار حطه في الميموري وخد الريجستر عشان يوفر كلوك سايكل وبعد كده خد الزيرو حطه فين؟ في الاي ار. بعد كده يبدا يزود البروجرام كاونتر اهو زوده بواحد وحط في البروجرام كاونتر وبعدين الاي بزيرو والار بزيرو والاس سي بزيرو عشان يبدا سايكل جديد. ماشي كده يا شباب؟ يبقى ديت الاوبريشن اللي هتتم المايكرو اوبريشن اللي هتتم ساعه الانتربت يبقى الانتربت هيحصل عندنا في السايكل الثاني او في البرانش الثاني هيحصل عندنا المايكرو اوبريشن اللي موجود. طيب بكده احنا تقريبا وصفنا كل الكمبيوتر. تعالى كده نشوف السبيسيفيكيشن بتاع الكمبيوتر بتاعك. السبيسيفيكيشن بتاع الكمبيوتر عندنا الرام بتاعه كام؟ الكمبيوتر اللي احنا شغالين عليه بتاع مانو حاضر بنات الزمن 4 جيجا 16 بت ماشي. الباص كام بت؟ 16 تمام. عندنا كام ريجستر؟ 9 ريجستر ها اللي هما الاكيوميليتور والداتا ريجستر والدي ار والاي ار ودول كلهم كام بت؟ 16 بت. عندنا البروجرام كاونتر والاي ار دول عباره عن 12 بت عشان بيشتغلوا في الادرس. وعندنا كمان حاجه ثانيه الانبوت ريجستر والاوتبوت ريجستر 8 بت. وعندنا السيكونس كاونتر 4 بت تمام. طيب انا عايز ايه ديكودر؟ مش انا عايز ديكودر؟ طيب عندنا كام ديكودر؟ ها؟ طبعا عندنا ارثماتيك لوجيك يونت والارثماتيك لوجيك يونت 16 بت ماشي؟ وعندنا ايه كمان؟ عايز ديكودر، الديكودر اللي هيشغل لي الباص ده كام بت؟ 3 في 8 اللي بيشغل الباص 3 في 8. طيب وعندي اللي هيعمل لي كاونتي من التي 0 لحد التي 15 اللي هياخد الاوتبوت بتاع السيكونس كاونتر يدخله على ديكودر يبقى ده عباره عن 4 في 16 تمام كده؟ طيب انا عندي 4 في 16 ديكودر وعندي 3 في 8 ديكودر وعندي الباص بتاعي عباره عن 8 في 1 ملتي بلكسر تمام؟ وبعدين عندنا 16 بت اللي هو الباص مظبوط كده؟ ويحتاج انا كمان ارثماتيك لوجيك. طب ايه في الاف لوب اللي عندنا؟ عندنا الاف جي ار والاف جي او وعندنا الاي وعندنا الار والاي اي ام تمام؟ وعندنا ايه كمان؟ الاس بت عشان الاشاره تقريبا دولت الفليب فلوب 7 فليب فلوب تقريبا 7 فليب فلوب 1 بت مظبوط كده؟ يبقى ده خط الاف بتاعنا اللي موجود عندنا. لو احنا بصينا للكمبيوتر مره ثانيه عشان نفتكر احنا عملنا ايه وبقينا ايه. هذا الكمبيوتر كان كده الهاردوير بتاعه عندنا الارثماتيك لوجيك يونت. الارثماتيك لوجيك يونت في عندنا هنا
هاز السي بي يو سنترال بروسيسنج. عندنا اوتوماتيك لوجيك يونت ودي اللي احنا عرفناها. عندنا ايه هنا؟ كنترول يونت صح. وعندنا الميموري وعندنا الانبوت وعندنا الاوت. بيربط بين كل الحاجات دي ايه؟ اللي بيربط بينهم الباص. اتكلمنا عن الباص، اتكلمنا عن الاوتوماتيك لوجيك يونت، اتكلمنا عن الميموري تمام كده، واتكلمنا عن الانستراكشنز بتاعتنا. ايه اللي بقينا؟ بقى ازاي نعمل كنترول يونت تمام. بس قبل ما نعمل كنترول يونت تعالى كده نشوف الفلوت شارت اللي احنا خدناها قبل كده. الفلوت شارت اللي احنا خدناها قبل كده تمام. الجزء ده هو
طيب دخلت قد ايه الحاجات اللي ممكن تدخل لي لو انا تخيلت دلوقتي ان انا عندي كنترول يونت اهو لو عندنا كنترول يونت ادي كنترول يونت طبعا هنا هيطلع كنترول سيجنال سيجنالز كمان مش سيجنال واحده سيجنالز هيطلع عندنا كنترول سيجنالز كتير مظبوط كده طيب ايه الانبوتس اللي هيدخل هنا ايه الانبوتس اللي على اساسها هطلع كنترول سيجنال كل الكنترول سيجنالز اللي انت دخلناها اللي هي موجوده معانا وكنا بنكتب في الفيتش عشان عندي تي 0 وار داش تمام هي دي كنترول سيجنال عايز اطلع ديت طب دي بتيجي منين؟ دي زيرو بتيجي منين؟ هذا الكنترول يونت ايه الانبوت اللي جاي للكنترول يونت؟ جاي لها الديكود اللي هي دي زيرو لحد دي سبعه اهو تعالى كده عشان تشوف يبقى ادي هذه دي زيرو اللي هم الاوبريشنال كود تمام هذه الاوبريشنال كود هيخش على الديكودر هيطلع لنا دي زيرو لحد دي كام؟ سبعه مظبوط؟ طب ايه اللي هيكون كمان على الديكودر؟ اي بت تمام على اساسها احدد اذا كان دايركت او ان دايركت وعلى اساسها احدد اذا كان ريجستر او انبوت اوت وبعدين هيدخل كمان ايه البيتس دي طب ليه دخلنا البيتس دي انت عشان الديجيتال سيكونس ها ادرس ادرس هل انا محتاج ادرس في الكنترول يونت ها مين اللي جاوب عشان دي اللي بتحدد الاوبريشنال مود بتاع الريجستر والانبوت اوت بتاع الانبوت اوت مظبوط انا بحدد على اساسها الريجستر والانبوت اوت فعشان كده دخلتها كنترول ودي عباره عن كام دي 0 لحد دي 15 جايه منين ها جايه من السيكونس كاونتر سيكونس كاونتر اللي انا على الديكودر ال 416 ال 416 دخل لنا هنا بالاضافه الى في عندنا انبوتس تانية موجود هيطلع لنا كنترول اوتبوتس هنا اللي هي هتعمل لنا الكنترول سيجنال اللي هنشوفها دلوقتي. ليه الاي ار؟ ها؟ الاي ار الاي ار فين؟ ليها من 0 ل 11 من 0 ل 11 مش دي هي عباره عن لما اجي اعمل لو بعمل انكريمنت للريجستر مش انا بستخدم الفي دي اللي هي البي رقم البيت نفسها احنا قلنا بي 11 مره بي 10 وبي 9 وبي 8 وبي 7 ناخد قيمه البي اللي هي بتحدد لي الاوبريشن بتاع الريجستر وهي برضه اللي بتحدد لي الاوبريشن بتاع الانبوت اوت مش فاكر مش فاكر فكرك بالكويز ده دلوقتي الجدول الاخير اللي فيه كل الكنترول سيجنال لكل الاوبريشن اللي بتتم في الكمبيوتر تمام كل الانستراكشن اتفقنا اللي انا قلت لك قبل كده انه هذا الجدول ده الجدول ده اللي هيجي لك في الامتحان ماشي جدول اللي هيجي لك في الامتحان طيب هيجي لك في الامتحان هنشوف دلوقتي تعالى كده نشوف الجدول ده فيه ايه لو انا بصيت الجدول ده هبص الاقي ايه طبعا عشان نكبره ونشوفه هذه الاول الجدول الجدول فيه ايه في الاول فيتش تمام اول حاجه فيتش الفيتش اللي عباره عن ار داش تي 0 تمام بيعمل ايه بيقعد ياخد البروجرام كاونتر بيحطه في الاي ار مظبوط كده طيب كل الفيتش والديكود والانتربت طبعا خدنا كل ده بالتفصيل فجمعناهم جمعهم كلهم هنا يبقى ديت الكنترولز بتاعتي اللي موجوده عندي ده اللي هو ده
العمود اللي هو ار داش تي 0 ار داش تي 1 ار داش تي 2 وهكذا. مظبوط كده؟ طيب ننزل تحت شويه عشان الباشمهندس اللي بيسال بالنسبه للريجستر. عندنا في ار بي 11 تمام، بيقول لي 0 بيعمل كلير للاكوموليتور. البي 11 دي بتيجي منين؟ عباره عن البيت رقم 11 في الانستراكشن تمام؟ في الانستراكشن. لو انا بعمل حاجه خاصه بالريجستر او الانبوت اوت انا باخد البيت اللي كانت موجوده هنا ده الانستراكشن اهو. خدنا احنا قسمناه كده. البيت الاولانيه دي اللي هي بي 11 دي بي 10 دي بي اللي بعدها بي 9 وهكذا. فعشان كده بناخد الجزء بتاع الادرس اللي خلال الكنترول يونت على اساس هاخد منه البيتس دي. تمام؟ طيب نرجع بقى شوف كده. يبقى من خلال دول من خلال الجدول اللي موجود ده هنطلع كنترول يونت. طيب نشوف كده طلع كنترول يونت ازاي. نرجع للرسمه ديت مش عارف ايه اللي احنا شفناها هنا دلوقتي. الرسمه او الداتا اللي موجوده في التي ار حطها فين؟ على الباص مش كده؟ او لو كان عندنا عايز اخد داتا عايز اعمل ريد من الميموري يبقى لازم الداتا تكون بتساوي 7. مظبوط كده؟ تعالى كده نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. ناخد واحده مثلا بيقول لي درايفنج ذا كنترول اوف اي ار. الاي ار اللي هو عباره عن ايه؟ ها؟ الاي ار اللي هو ادرس ريجستر. طيب ايه الكنترولز اللي موجوده في الاي ار؟ ريجستر اي ار ايه الكنترولز اللي موجوده فيه؟ هذا الاي ار اهو في عندنا لود وعندنا انكريمنت وعندنا كلير. طيب معنى لود يعني ايه؟ معنى لود ايه شكل الريجستر ترانسفير لانجوج عشان اعمل لود فيه الاي ار؟ عشان اعمل لود الاي ار ايه شكل الريجستر ترانسفير لانجوج؟ يبقى شكلها ايه؟ بي سي ار ديزيبل. ها؟ ليش ديزيبل؟ هيبقى عندنا اي حاجه هنا هتروح للاي ار. طيب لو كان هنا زيرو يبقى معناها ايه؟ ها؟ كبير. طب لو كان هنا اي ار زائد واحد انكريمنت. طب لو كان بي سي مثلا بيروح للاي ار لود يبقى ده عباره عن ايه؟ لود ده عباره عن انكريمنت وده عباره عن كبير. تمام؟ طيب اعمل ايه بقى؟ هدور في الجدول ادور في الجدول عشان اطلع الكنترول بتاع الاي ار. ارجع للجدول ده كل الانستراكشن او كل ريجستر ترانسفير لانجوج اللي فيها هنا اي ار على على اليسار تمام في الليفت هاند سايد هحطها قدامي. تعالى كده نرجع تاني اهو ونكبر ده شويه ونشوف هطلع مش هنطلعهم كلهم. مش عارف كده اول حاجه اول واحده عندنا ايه؟ ها؟ بروجرام كاونتر بيروح فين؟ للاي ار. طب ايه الكنترولز بتاعته؟ خدها كلها ها؟ اسمها ايه؟ ار داش اي زيرو. مظبوط كده؟ طيب انزل تحت كده وانت ماشي. في عندنا كمان الاي ار بيجي لها هنا الاي ار من 0 ل 11 تمام؟ عند ايه؟ التايمنج سيجنال بتاعتها اللي هي الار داش تي 2. مظبوط كده؟ واضحه ولا مش واضحه كده؟ ها؟ عندنا ايه كمان؟ شوف الاي ار في عندنا 0 في الاي ار عندنا كمان اهو زيرو في الاي ار. حطهم الاول كلهم. طيب ده عند كام؟ التايمنج سيجنال بتاعته كام؟ ار تي زيرو بتاع الانتربت. هتمشي كل الجدول بتاعك من اوله لاخره. اي حاجه فيها الاي ار على الليفت هنا تمام؟
هتحطها قدامك بعدين ترجع تصنفهم للود وانكريمنت وكليف. يعني لو انا عندي AR زائد واحد من AR احطها واحط الكنترول بتاعتها هنا. تمام؟ تعالى كده نشوف الكلام ده اهوت. ادي من خلال الجدول ادي الكنترول فانكشن بتوع AR. احنا طلعنا جزء منهم هنا. الروجر كاونتر بيروح للاي ار عند ار داش تي 0. عندنا اي ار من 0 ل 11 في الاي ار تي ار داش تي 2. وعندنا كمان الار بي 7 داش اي تي 3 باخد برضه الام اوف اي ار. وعندنا 0 في الاي ار وعندنا اي ار زائد 1 في الاي ار. يبقى كل الكنترولز اللي موجوده عندنا هنقسمهم كده لود. كل ما هو لود بيجيب من الريجستر او من الميموري الاثنين من الريجستر او من الميموري بيحط في الاي ار. يبقى ديت عباره عن لود اهو. يبقى ديت الفانكشن بتاعه اللود. عندنا الكلير يبقى دي عباره عن ار تي 0 والانكريمنت عباره عن تي 5 تي 4. تمام كده؟ يبقى انا طلعت كل الكنترولز اللي موجوده. يبقى ده اول جزء طلعته هيطلع لي كنترول سيجنال. هعمل فيهم ايه؟ المفروض دولت لو انا بعمل الدايره بتاعتي يبقى ده الهاردوير بتاعي اللي هو هيعمل لي الدايره بتاعتي اللي موجوده بتاعت الاي ار اللي موجوده. يبقى ده الكنترول جيت اسوشيتد ويز اي ار حسب الرسمه بتاعتي. لو انا اتجهت للدايره دي يبقى عندي هنا في اللود ار داش تي 0 اندنج مع بعض وبعدين ار داش تي 2 اندنج مع بعض وبعدين عندنا دي 7 داش اي 3 اندنج كلهم بورنج مع بعض اهو. تمام؟ هدي كلهم بورنج مع بعض. وبعدين عندي الكبير وعندي الانكريمنت زي ما هو موجود قدامنا على الشاشه كده. ودولت اللي هي الكنترول سيجنال اللي بتروح للاي ار. واضح؟ طيب هل ده معمول للاي ار بس؟ لا، ده انت ممكن تعمل الكنترول دي لكل الريجسترز اللي موجوده. تمام؟ طيب لو عايز اعمل الكنترول سيجنال للميموري لو عايز اعمل كنترول سيجنال للميموري عندنا الميموري فيها ايه؟ ها؟ ايه الكنترولز اللي موجوده على الميموري؟ في عندنا ايه؟ الميموري ريد ورايت. طيب هطلع بتوع الريد ازاي وبتوع الرايت ازاي؟ الاوبريشن بتاع الريد موجوده في الميموري بتبقى شكلها ايه؟ الثانيه دي بتبقى ميموري اوف اي ار على اي حاجه. يبقى انا باخد من الميموري بحطه على الباص وبعدين بنقل لحاجه ثانيه. يبقى انا عشان الريد لازم الميموري اوف اي ار تبقى فين؟ في الرايت اند سايد. بينما في حاله الرايت هتبقى ميموري اوف اي ار في الرايت هاند سايد بالشكل ده كده وهنا اي حاجه. تمام كده؟ طيب برضه من خلال التيبل اللي موجود قدامنا تقدر تطلع الريد والرايت بنفس الطريقه. هل فيها صعوبه؟ طيب الشكل بتاعها اهو ادي الريد وادي الرايت موجودين قدامنا. طبعا ممكن ترجع تشوف الريد والرايت. ممكن تعمل تطلع كنترول سيجنال لكل حاجه موجوده في الكمبيوتر لو انا هعملها اعمل كنترول يونت تعمل لي كل الكلام ده. تمام؟ يبقى انا كل حاجه موجوده عندي في سواء ريجستر سواء ميموري سواء فليب فلوب من الفليب فلوبس اللي موجوده عندي بعملها كنترول اللي نايم على البنش ماشي اللي ورا بس خلاص مش معانا خالص يعني ماشي كده يا شباب. طيب دول طبعا ادي الكنترولز اللي موجوده عندنا اهو وادي الكنترولز اللي موجوده على بيقول لي هنا ايه؟ الاكوميليتور. ممكن تطلع للاكوميليتور، ممكن تطلع للداتا ريجستر، ممكن تطلع للتي ار، ممكن كل الكنترولز اللي موجوده ممكن تطلع لها سواء اللي موجود هنا في السلايد او اللي مش موجود في السلايد. مش كلهم طبعا موجودين هنا ومش كلهم برضه موجودين في الكتاب اللي هو المرجع اللي معاك مش كلهم موجودين فيه. هو الثلاث الطريقه اللي هتعمل بيها وهتعمل طبعا الرسمه دي بيقول لي لو انت الاكوموليتور بتاعك لو انت خدت طبعا الاكوموليتور في كام بت؟ لا خبل قطع الخبل نعم الاكوموليتور كام بت يا باشمهندس؟ نعم 16. لو انا خدت ستيج واحده من الاكوموليتور
ادي واحده وان ستيشن الاكوموليتور تمام اللي هي الفليب فلوب بتاعتنا هي الاكوموليتور يبقى ده الليمبو بتاع الاكوموليتور موجود للكنترولز بتاعتي ماشي يبقى دي وان بيت من الاكوموليتور طيب اخر حاجه طب غير المسحاليه دي ايه اللي احنا ما طلعناهوش كنترولز ايه اللي احنا ما طلعناهوش كنترولز لا اسيبك الريجستر صدق انت كله خلاص كده ايه اللي احنا ما قلناش ازاي يطلع ايه اليو نعم ايه اليو ايه اليو فيها كنترول هيعتمد للاد او نرجع للرسمه دي ايه اللي ما طلعناهوش هنا السليكشن دي الباص سليكشن مش كده اللي هيختار حاجه تطلع على الباص تمام كده طيب لو انا عايز اطلعها ازاي طلعنا احمد منها بتاع السهم
يبقى دي عباره عن اللي هي بتدينا اكس واحد. تمام؟ زي ما جبنا الريت بتاعت الميموري عشان نجيب الريت بتاعت الميموري طلعنا ايه؟ ام اي ار طلع لنا كذا لنود. يبقى انا هطلع عشان اطلع اس نود يبقى محتاج اعمل اكس واحد واكس ثلاثه واكس خمسه واكس سبعه، هطلع الداتا بتاعت اللي موجود. نفس الكلام اس واحد اس اثنين اس ثلاثه اللي موجود. وضحت كده؟ يبقى عشان اطلع الكلام ده زي ما قلنا، وعشان كده الداتا انا هو بيقول لي اكس سبعه اللي احنا حسبناها اللي هو حسبها هنا قال لي ان اكس سبعه هي ذا ريت كنترول سيجنال. يبقى دي عباره عن ريت كنترول سيجنال بتاع الميموري. ليه؟ قلنا الميموري هنا اهو. يبقى ديت الميموري اللي هيدينا الداتا بتاعتنا اللي موجوده. اخر حاجه وده هتعمل انت مقارنه وهتجيبها لي المره الجايه بين حاجتين ريسك وسيسك. ايه الريسك والسيسك؟ دول عباره عن تو اركيتكشر للكمبيوتر. تو اس 7 ميموري ريد ولا رايت؟ ريد. ما هي بتطلع على الباص. وده بنطلع على الباص يبقى ريد. احنا قلنا اهو اخرجي بقى وانا احنا قلنا هنا ريد اللي هي بتكافئ اكس 7. واضح كده؟ انا ما قلتهاش في الاول ان هي بتكافئ اكس 7 لانه عشان اقولها كنت لازم اشرح الايه؟ الجدول اللي كان قدامنا من شويه او التراس تيبل اللي كان قدامنا من شويه. ماشي يا شباب كده؟ طيب ايه السيسك وايه الريسك؟ دولت عباره عن تو اركيتكشر للكمبيوتر. ماشي؟ تو اركيتكشر للكمبيوتر بتحدد شكل الانستراكشن شكلها ايه؟ وهاو تو يوز ذيس انستراكشن. يعني الانستراكشن هتعملها ازاي؟ وهتحددها ازاي؟ وهتستخدمها ازاي؟ طبعا في فروقات بين اللي هو عباره عن السيسك والريسك. طبعا ده اسمها ريديوس انستراكشن سيت كومبيوتنج، ودي عباره عن كومبلكس انستراكشن سيت كومبيوتنج. طبعا حاليا معظم الكمبيوتر الجديده البنتيوم وغيرها او الانتل كلها بتستخدم الريسك. تمام؟ بتستخدم الريسك مش الايه؟ بتستخدم الريديوس انستراكشن سيت كومبيوتنج. انت هتبحث في الاثنين وتشوف ايه الفرق بينهم وتجيب لنا على الاقل 10 فروقات بينهم. تمام؟ وده بيعتبر التقرير ده جزء من النظر. انا هقول المره الجايه في بدايه المحاضره انا كده خلصنا شابتر 2. في نهايه شابتر 2 اللي موجود طبعا بيبدا يتعرف على احد الاركتكتشرز اللي موجوده عندنا. يبقى ده اللي موجود عندنا بالنسبه لي الشكل اللي موجود عندنا. اي اسئله؟ الاسبوع اللي جاي فيه محاضره. ماشي؟ انا عارف انه الميدلر هيبقى الاسبوع اللي بعده. هنكتفي